شكرا يا كريم. ننتقل الآن إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووكيل الوزارة شانهان ووكيل وزارة الوزارة، أشكركم على وجودكم هنا اليوم، وأنا سعداء بوجود أعضاء الكونغرس الأمريكي لوجودهم هنا اليوم. وأرحب ترحيبا خاصا بالسيدة العظيمة التي تؤدي عملا عظيما كحاكمة لولاية ألاباما، السيدة كي آي في. هل أنا لي شعبية في ألاباما؟ بالتأكيد أنا أحب ألاباما. أود أيضا أن أتوجه بالشكر أيضا لبطلين أمريكيين، وهم السيدة التي قادت أول مركبة فضاء أمريكية، وهي السيدة إيلين كولينز. أديت عملا عظيما، وهو وقت طويل في الفضاء، بالإضافة إلى السيد جاك شميت رائد فضاء المركبة أبولو، صديقي منذ زمن طويل. شكرا جميل، شكرا جزيلا لكم جميعا. كما لدي قائمة طويلة بأسماء الشركات ورؤساء مجالس الشركات العاملة مع برنامج الفضاء الأمريكي. جوين شورتويل، جوين قفي جوين، أن لابد أن تترشح لمنصب ما. السيد بوب من بلو أوريجين تؤدي عملا عظيما، رئيس مجلس إدارة يونايتد لونش ألايانس وشركة لوكهيد اس ال اس. انا لا ارى، انا لا احب ان لوكهيد وبوينج يعملان معا، لان هذا معناه ان الاسعار سترتفع. انا لا احب هذا، ولكن لابد ان نتحدث عن هذا، لابد ان نتحدث عن تلك الشركتين بوينج ولوكهيد. انظر الى دينيس، دينيس سعيد جدا. انا لا احب هذا. مايك، ماريلين يوسن التي ادت عملا عظيما في شركه لوكهيد مارتن. ماريلين، ما رايك في هذه الشراكه في برنامج الفضاء؟ يا الهي، بوينج، بالفعل نحن لا نستطيع الحصول على الأسعار التي نراها. السيد دينيس، رئيس شركة بوينغ التي أدت عملا عظيما على المستوى التجاري والمستوى العسكري. أديتم، لا تجتمعوا مع لوكهيد، اعملوا فرادة. وأنا أرى هنا أيضا مجموعة كبيرة من الوطنيين الأمريكيين الموجودين هنا الذين وصلوا إلى القمر أولا، وأنهم وأن أمريكا بسببهم ستظل دائما الأولى في مجال الفضاء. وقبل أن أدخل سأقول لكم أنني لم عندما ترشحت للرئاسة لم يكن لدي خطط بشأن الفضاء، ولكن أعتقد أن هذا الموضوع لم يطرح على برنامج الرئاسة، ولكن الآن لدينا برنامج عظيم جدا وهو على قائمة الأولويات. وأنا لا أعلم إذا كنا سنعود إلى ميزانيات ضعيفة عما سبق، ولكني لم أرى أي تفاؤل أكبر مما نراه الآن في برنامج الفضاء. إنه بالفعل وقت مثير. أود أيضا أن أقول أنه عندما يتطلع الأمر بيتطلق الأمر يكون الأمر بشأن الفضاء، نتحدث عن البيروقراطية والسياسة التي تعيق عمل العاملين في مجال الفضاء. أعتقد أن برنامجكم سيكون مدعما على المستوى المالي
المالي والمستوى العسكري. لا نريد أن الصين وروسيا يقودانا ودول أخرى تقودنا، ولكن لابد لنا أن نقود أعمال الوجود في الفضاء. نحن نريد أن نكون متقدمين عليهم بنسبة 1000%. للأسف كان هناك بعض أعضاء مجال السياسة الأمريكية التي كانت تعيق عمل برنامج الفضاء، ولكن الأمر يتغير، وإدارتي تسعى لكي تكون هي الدولة الرائدة دائما في مجال الفضاء، وأن الشخصية الأمريكية تتوافق مع هذا وهي صبر أغوار المجهول والمغامرة الدائمة. وهذا ليس فقط عملا وطنيا، ولكنه عملا يسعى لترسيخ الأمن القومي. وعندما نتحدث عن الدفاع عن أمريكا، فإن هذا ليس فقط متعلق بوجود الأمريكيين في الفضاء، ولكن لابد أن يكون هناك سيطرة أمريكية في الفضاء. هذا شيء هام. وهنا اليوم أوجه بأن وزارة الدفاع والبنتاغون لابد أن تبدأ على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قوات فضائية كفرع سادس رئيسي للقوات المسلحة الأمريكية. وسيكون لدينا القوات الجوية ولدينا القوات الفضائية، وهما قوتان متوازيتان ومستقلتان عن بعضهما البعض. إذا بدأنا في هذا، سيد الفريق أول دانفورد، سأكون ممتنا. السيد الفريق أول دانفورد، أين أنت؟ هكذا تكون الأمور يا جنرال. وهذه هي الأهمية التي نعطيها لبرنامج الفضاء، أنه سيكون لدينا قوات للفضاء. أعدت الحياة إلى مجلس إدارة الأعمال الأبحاث الفضاء، وفي شهر ديسمبر وقعت توجيه رئيسي، وهو أن نعيد الأمريكيين إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972. إذا صدقتم هذا، لم نذهب إلى هناك منذ 1972 إلى القمر. تذكروا دائما إن الأمر يتعلق أيضا بالاقتصاد، ويتعلق بالمال وفرص العمل. الآن لن نترك علمنا وأثار أقدامنا، ولكن سننشئ أساسا لوجود مهمة فضائية دائمة للمريخ، وأعتقد أنها ستحدث قريبا. وأعتقد أنكم تحبون الصواريخ، والكل لكل من يريد أن يذهب إلى المريخ. أيها المحبون لمغامرات الفضاء والشركات الخاصة التي ترغب في إرسال رحلات إلى الفضاء، أنتم تحبون الصواريخ. طالما استطعتم أن تحققوا هذا، سيكون هذا شيء رائع، وستسبقوننا في هذا. إنكم تحبون أنهم يحبون أن يكونوا أغنياء، وأعتقد أنهم يستطيعون أن يسبقوننا. وأيضا نحن سيعود إلينا الفضل حتى وإن سبقتمونا. سوف نتوقع نتائج إيجابية، ونحن نقوم بإنشاء منشآتنا الحيوية ونتيحها لكل هؤلاء الناس الذين يريدون العمل في مجال صواريخ العابرة الحاملة للبشر في نحو الفضاء. أنا أوجه إدارتي لتبني صناعة الفضاء. نحن نطور التعليمات والقوانين الخاصة بالفضاء التي لم تتغير منذ سنوات عديدة جدا، ونحن نأخذ خطوة جديدة لنقل المحركات الأمريكية إلى الفضاء. سنصدر توجيها أيضا إلى الصناعات الأمريكية التي ستطبق إطار عمل هام يسمى
يسمى بالتحرك إلى قوانين التحرك إلى الفضاء أو السفر إلى الفضاء. نحن في هذه الدولة نبقي على التعليمات والقوانين لفترة طويلة. هذا موضوع مقلق. وكل إدارة سواء كانت 4 أعوام أو 8 أعوام أو 16 عاما في أحد الأحوال، أعتقد أن تعديل القوانين لابد أن تتعدل، لأن القوانين لها تأثير مباشر على الاقتصاد. لدينا تعليمات، لدينا توجيهات، لدينا قوانين، ولكن لا نريد أن يمر 20 عاما لكي يتم إلغاء قانون أو شيء من هذا القبيل. نريد أن نرفض القوانين أو نقبل القوانين بشكل سريع جدا. إدارتان سابقتان حاولتا أن ينشئا نظاما للتعامل مع الازدحام في الفضاء، ولكن هذه الإدارة ستعمل على هذا، وخلال عام من الآن ستقوم إدارتنا بإنشاء تعليمات أو إصدار تعليمات بشأن المرور والتواجد في الفضاء. وهذا يوم كبير في ذلك الوقت عندما ذهبنا إلى القمر وجسد رواد الفضاء الأمريكيين روح الأمريكية التي جسدت قوة رعاة البقر ومهارة الطيارين الأمريكيين الذين كانوا محاربين، الذين توجهوا بدون خوف إلى المجهول لكي يكونوا الرواد والأول. وأنهم فعلوا كل شيء ويثبتوا أنه لا يوجد شيء لا يستطيع الأمريكيين أن يفعلوه. نحن الآن على أعتاب بدء فصل جديد من استكشاف الأمريكيين للفضاء. هذا تجمع رائع، هذا تجمع جميل. إن هناك جيل كبير من الشباب يود أن يستثمروا مواهبهم ومهاراتهم لكي يعملوا، وهنا نعطيهم منصة كبيرة يمكن أن يضعوا فيها اختراعاتهم وذكائهم للعمل. العمال والمهندسين يستطيعون الآن بناء العديد من الصواريخ الجديدة وبناء سفن فضاء جديدة، ونحن نبني هذا في بلدنا. بلدنا هي بلد الرواد التي تسعى دائما لاقتحام المجهول، لأننا نحن الأمريكيين في المستقبل. أمريكا للمستقبل هي تنتمي لنا بالأساس. سننطلق للفضاء مرة أخرى، وسنستدعي الروح الأمريكية مرة أخرى لكي نحمي كل الحدود الأمريكية، وسنقود البشرية. هو الأمر يتعلق بقيادة البشرية إلى ما وراء الأرض والذهاب إلى السماوات التي كانت غير مسموحة لنا بالتواجد فيها. أنتم لديكم مساهمات عظيمة جدا، وما فعلتموه كان رائعا ولا يمكن تصديقه، ولكنه سيكون أكثر من ذلك أيضا في المستقبل، لأننا سنعطيكم منصة ليست موجودة على الأرض حاليا ولم يتم منحها لكم من قبل. أنا مؤمن بكم تماما بأنكم ستذهبوا إلى هذه الأقطار، هذه الأماكن البعيدة في الفضاء، وستتعلمون كل شيء أيضا فيما أنتم تريدون أن تعلموه، سواء على المستوى العلمي أو المستوى العسكري، وبكل السبل. لا يوجد مكان أعظم من الفضاء. حظ سعيد الفريق أول دانفورد ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وأتوقع لك كل النجاح مع إنشاء القوات الفضاء الأمريكية. شكرا جزيلا، شكرا شكرا.
شهد الكرام، كنا نتابع معا هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل التكريم لبعض الشخصيات والمؤسسات الأمريكية في مجال وبرنامج الفضاء الأمريكي أمام أعضاء برامج الفضاء الأمريكي. ربما ما جاء على لسان ترامب بأنه لن نسمح أي أمريكا بأن تتقدم روسيا والصين في برامج الفضاء، ربما كانت هذه هي المين مسج اللي أرسلها ترامب وكانت تهمه كثيراً.